أهلا بكم من جديد. دشن كل من معهد الدراسات القضائية والقانونية والمجلس الأعلى للمرأة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومعهد البحرين للتنمية السياسية برنامج حقوقي 2 للسنة الثانية على التوالي، وذلك خلال الحفل الذي استضافه معهد الدراسات القضائية والقانونية بحضور المستشار وائل رشيد بوعلاي وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية لشؤون العدل، والذي أكد في كلمة له أن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه حرص على غرس المبادئ الضامنة للتطور الحقوقي والدستوري في المملكة البحرين لكافة شرائح المجتمع، كما حرص على إيجاد المؤسسات التي تقف على صون وخدمة هذه المبادئ، الأمر الذي تضمن إنشاء مؤسسات وطنية متنوعة تخدم جميعه هذا الهدف الوطني السامي بشكل تكاملي ومن زوايا ومجالات مختلفة ومتعددة. ويستهدف البرنامج الذي يستمر حتى ديسمبر المقبل موظفي المؤسسات الحكومية وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني، ويتكون من 5 حزم هي المؤسسات الوطنية في مملكة البحرين وثقافة المواطنة والثقافة الحقوقية والحقوق والحريات ومهارات دستورية وحقوقية. هذا ويشهد برنامج حقوقي 2 تسخير كافة الخبرات والجهود لتأهيل كوادر وطنية واعية دستوريا وحقوقيا، سواء في مجال العمل في الخدمة العامة أو نشاط المجتمع المدني، بهدف تعزيز ثقافة المواطنة والمسؤولية المجتمعية. شاركنا اليوم في افتتاح البرنامج المتطور والمتقدم حقوق 2 ليأتي في نسخته الثانية لتضافر جهود عدد من المؤسسات الرسمية والجهات شبه حكومية المتعلقة بتطوير وتعزيز مسائل حقوق الإنسان في البحرين. وهذا البرنامج المتطور يحتوي على عدد من المحاور والحزم التي تتعلق بتطوير الجانب الحقوقي والدستوري والقانوني فيما يتعلق بحقوق المرأة وحقوق الرجل وأيضا حقوق العمل وكافة الجوانب المتعلقة بتطوير تشريعات القوانين في مملكة البحرين، والذي يبرز النجاح والتقدم التي أحرزته مملكة البحرين. هذا الشق الثاني من برنامج حقوقي يستهدف موظفي القطاع العام والمؤسسات المدنية بشكل عام، وطبعا الهدف من هذا الأساس هو نشر الوعي الديمقراطي والوعي بحقوق الإنسان وواجبات حقوق الإنسان بالنسبة لهؤلاء الموظفين والمؤسسات المجتمع المدني، وهو يهدف بشكل أساسي بأن يطرح أفكار تساعد هؤلاء على ثقافة المواطنة وتعلمهم حقوقهم وما يتمتع به المجتمع من تطور ديمقراطي في ظل الإصلاح، المشروع الإصلاح لجلالة الملك المفدى حفظه الله. النسخة الثانية من حقوقي مشاركة المجلس الأعلى للمرأة إضافة نوعية لهذا البرنامج، وطبعا حقوقي الجزء الثاني سيكون هناك مشاركة لمنظمات المجتمع المدني. كان الحقوقي رقم 1 كان اقتصر على تدريب موظفي القطاع العام، ولكن في حقوقي رقم 2 سيكون هناك مشاركة أيضا من المؤسسات المجتمع المدني. طبعا مهم جدا لنشر ثقافة حقوق الإنسان ونشر ثقافة الديمقراطية في المجتمع البحريني على أساس لمعرفة الواجبات والحقوق. طبعا هذا هو جزء من المشروع الإصلاحي لسيدي جلالة الملك حفظه الله ورعاه، والمؤسسة الوطنية تعمل من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع المجالات.